اوكي الان هلا في عندنا تمرين. اوكي تمرين ستودنت بوك كتاب الطالب بيج 66 اكسرسايز 1. الان هلا بدي منكم تشاركوا بالحل. I want you to do this simple exercise. اوكي التمرين هذا التمرين الاول complete the sentences with can, can't and could, couldn't. اذا اكمل الجمل ب can, can't, يستطيع ولا او لا يستطيع, and could, couldn't, استطاع او لم يستطع. اوكي مثلا الجملة الأولى, الجملة الأولى yes. إذا حسب الجملة بالحاضر فنستخدم كان يستطيع أو لا يستطيع. كانت لا يستطيع, بالماضي بنستخدم كود أو كودنت. yes yes سامي تفضلي. I need my glasses. I can see you thought. لا we thought same. I can't see without them. Excellent, أحسنت. إذا I need my glasses. إذا عم بيقول I need my glasses, أحتاج أوكي لنظارتي. I can't see without them, لا أستطيع أن أرى من دونهم. I can't see without them, لا أستطيع أن أرى. ما معقول هو استخدم أستطيع أن أرى, أوكي لأنه هو بحاجة للنظارات. طبعا الجلاسز النظارات اسم جمع, يعني حتى لو كانت نظارة واحدة أوكي لأن هي فيها عدستين, كل شيء جزئين أو زوجان, فهو يعتبر باللغة الإنجليزية جمع. فنقول I can't see without them, لا أستطيع أن أرى من دونهم. أوكي sentence number two, جملة رقم اثنين. أوكي yes, نحن الجملة الثانية. yes شام تفضلي. computers فراغ help us to contact people instantly. إذا نقول الكمبيوترات تساعدنا, أوكي يمكن أن تساعدنا to contact people, بالتواصل بالناس instantly. instantly يعني بشكل متواصل, نعم أو بشكل دائم. أوكي إذا شو بنحل هون نحن؟ شو الحل هون؟ يمكن أن تساعدنا. نعم يس كان تمام أحسنت يس سامية. أوكي إذا can help us, can help us to contact people instantly. yes. الجملة الثالثة I swim at school. أوكي بدي أقول مثلا أستطيع أن أسبح ولا لا أستطيع أن أسبح مثلا في المدرسة. because there is a new pool. because لأنه يوجد a new pool, يعني مسبح جديد. لأنه يوجد مسبح جديد فأنا إيش؟ لأنه يوجد, نعم فأنا أستطيع أن أسبح, ما هيك؟ يس يس محمد تفضل. محمد أستاذ كان أنا أستطيع. أحسنت كان I can swim at school. very good. إذن I can swim at school. very good. طيب well done. number four, لاحظوا الجملة واضحة انه هي ايش 10 years ago. لاحظوا الزمن وين عم يقول 10 years ago. اذا منذ 10 سنين مضت. واضحة هون الجملة. you فراغ easily find a parking space in town. you انت نقول يا اما استطعت او لم تستطع. find ان تجد a parking space, مكانا مكان للاصطفاف in town في البلدة. yes يس سامية. could. you could. excellent أحسنت. إذا you could easily find a parking space in town. إذا أنت استطعت أن تجد مكانا للاصطفاف, اصطفاف السيارة يعني, in town في البلدة. أما الآن في ازدحام مثلا أوكي you can't, الآن لا تستطيع. yes. أوكي sentence number five, جملة خمسة. I wanted to phone you. لاحظوا الجملة بالماضي I wanted to phone you. okay, أردت أن أتصل بك. but I yes remember your number. لكن إيش؟ استطعت أن أتذكر رقمك ولا لم أستطع أن أتذكر؟ yes سارة. couldn't. excellent. إذن I couldn't. but I couldn't remember your number. okay, you I couldn't remember your number. very good. excellent. إذن نعم.